استراحة الظهيرة مع ياسمين خريجي. مرحبا مشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من استراحة الظهيرة. كونوا معنا لنهاية الحلقة لحتى نقدر نتشارك نحن وأنتم وندردش بموضوعنا اليوم على الساعة 2:30 بتوقيت العراق. أكيد طبعا أنا رح اليوم ما رح يكون في عنا موضوع محدد لأنه الكل حابب يحكي عن لعبة مبارح العراق والإمارات، وأيضا في عندي شوية مسجات أنا حابة أقرأها ورح نستقبل اتصالاتكم أكيد. أما بالنسبة للفقرة التفاعلية رح يكون في عنا أخبار محلية وأخبار صحية وأخبار منوعة. خلينا نبلش بالأخبار المحلية.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، بنبلش حلقتنا معكم مع الأخبار الصحية، وفي عنا خبر كتير مهم، خلينا نشوف شو في معنا. تدخين الحامل قد يؤدي لإصابة الطفل باضطراب سلوكي. نحن بنعرف انه يعني هو تأثيره سلبي على الشخص نفسه، فما بالك اذا كانت الام حامل، واصلا الجنين بياخذ كل طاقته من والدته من غذاء الوالد، فاكيد هذا الشيء بده يأثر سلبي على الجنين. فقد اكدت مراجعة جديدة لدراسات طبية ان الاطفال المولودين للنساء يدخن السجائر اثناء الحمل، خاصة يلي بيدخنوا بطريقة كتير مدمنة، بيكونوا أكثر عرضة للإصابة باضطراب سلوكي يعرف باسم اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة. بعتقد إنه شوي بيشبه أعراض الأوتيزم، اللي هو المرض التوحد، اللي بصير عندهم حركة كتير مش بينتبهوا معك، يعني بتنادي 3 ساعات ليرد عليك. تشير النتائج إلى أن احتمالات ولادة طفل مصاب بهذا الاضطراب للأمهات اللاتي يدخن أثناء الحمل بتكون أكثر بنسبة 60% مقارنة باللي ما بيدخنوا، وتكون احتمالات ولادة طفل مصاب باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة للأمهات اللاتي يدخن أقل من 10 سجائر في اليوم أكثر بنسبة 54% من غيرهم اللي ما بيدخنوا، فيما ترتفع هاي النسبة لدى من يدخن بشراهة لنسبة 75%. وربطت دراسات سابقة بين التدخين خلال فترة الحمل وزيادة مخاطر الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة بين الأطفال، لكن الباحثين الذين أعدوا الدراسة يقولون أن الجديد في دراستهم هو أنها تجمع بيانات من عدة دول وعدة فترات زمنية، كما أنها أثبتت أنه كلما زاد عدد السجائر زادت الخطورة، ويمكن لاضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة أن يؤثر على التركيز وفرط النشاط وتمالك النفس، ويسبب صعوبات للطفل بالمدرسة والمجتمع. أكثر عن هذا الموضوع مشاهدين، ومن بعدها رح يكون في عنا مداخلة عبر الهاتف مع أخصائية التغذية الدكتورة أمل حداد، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم، لكان شفنا هذا الفيديو من قناة يوتيوب هي مختصة بالعناية بالأم والطفل، ورح نحكي أكثر عن موضوع التدخين وتأثيره السلبي على المرأة الحامل مع الدكتورة أمل حداد. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا، كيفك؟ يعطيك العافية حبيبة قلبي. أهلا أهلا فيكي. يمكن الشيء يعني ما بدي أقول غلط، بس ما بصير نحكي بتأثير السلبي على الأم الحامل، تأثير الدخان سلبيا على الأم الحامل، لأنه نحن بنعرف أنه الدخان ممكن يأثر على الشخص اللي قاعد جنب الشخص اللي بيدخن، فما بالك الأم الحامل. لكن بدنا نعرف منك أكثر قديش ممكن يكون في خطورة على الحامل أثناء التدخين. أكيد 100%، زي ما بنحكي إنه التدخين هو بضر حتى الناس الجالسة حوالين المدخن، فما بالك لما يكون لسه الجنين في مرحلة تكوين أعضاء مهمة بالبنية الأساسية لهذا الطفل، وتكون الأم عم تاخد مضار ومكونات هذا الدخان، سواء الدخان العادي أو السجائر أو الأرجيلة، الاثنين كلاهما هو عبارة عن مواد سامة تدخل الجسم ومواد مخدرة بنسميها، ومواد بتعمل على الاعتياد والإدمان. نعم. بتعمل تغيير جذري بمكون خلايا الجسم. نعم. يعني ممكن تسبب تشوهات بهذا الجنين ولكن ليست ظاهرية. في كتير أمهات تقول لك ما أنا بدخن عادي وخلفت أولادي طبيعي. طبيعي ممكن من ناحية الشكل، ولكن من ناحية المكون الداخلي بالرئتين سلوكيا ممكن يكون دكتورة، أو الأمعاء أو الجهاز الهضمي، أو يصير معه حساسية معينة، أو مشكلة في النظر، أو مشكلة في الأسنان، أو مشاكل حتى ممكن قد تكون خلقية يعني شكليا بتتأثر. لذلك هاي المواد السامة الجسم شو بيسوي؟ لما الأم الحامل بتدخن هي بتاخد حكينا مواد سامة بالجسم، بيروح الجهاز المناعي بالجسم بيشتغل لطرد هاي المواد السامة،
اوكي، عشان يحاول ما يخلي فيه عنا بنسميها موت للخلايا الام. هون صار عنا استهلاك كتير كبير للجهاز المناعي اللي لا. هو مفروض لازم يروح يعمل وقاية وحماية وعملية بناء ونمو طبيعي للجنين. فصار عندي تأخير بأشياء كتير بيأثر على الإنزيمات الدماغية وخلايا العصبية وإنزيمات الجهاز الهضمي وكل المستقبلات اللي بتكون عم تعمل البنية لهذا الجنين. نعم، يعني أنا تأكيدا على كلامك دكتورة سبق وحكيت بالخبر انه ممكن يكون تأثير التدخين على الام الحامل على الجنين تحديدا من ناحية فرط الحركة، وممكن يكون تأثير على سلوكه، مش بالضرورة يكون زي ما انت حكيتي شيء ظاهر مرضيا. طبعا. خلينا طبعا. نعم. طب انا بس بدي اعرف منك شغلة، حضرتك اخصائية تغذية، كيف انا ممكن من ناحية الغذاء السليم اني اقدر اسيطر على حالي اني امتنع عن التدخين اثناء الحمل؟ اكيد احنا دائما بنقولهم اولا التدخين هو إدمان زيه زي أي مواد تانية، لأنه فيه النيكوتين زي الكافيين اللي بالقهوة وغيره. لازم نمتنع عنه أو نبدأ التخفيف قبل ما الأم تفكر إنها بدها تحبل، يعني قبل ما فترة الحمل لازم تبقى الأم بتدريجي لتوقف الدخان، تمشي على برنامج اسمه التدريج حتى الإقلاع عن التدخين. نعم. قبل ما يصير في حمل. هلأ فترة الحمل لازم تمتنع عنه تماما. هلأ إيش بدها تستبدل عادات، لأنه هو شغلتين التدخين إدمان من ناحية المواد اللي عم تاخدها وبتشتغل على النيرف سيستم الجهاز العصبي المركزي، ومن ناحية البيهيفيرز السلوكيات اللي هي الحركة إيدها وهي عم تاخد السيجارة، كيف عم تاخد الإكسهيل والإنهيل الشهيق والزفير زبحة. هون بصير تستبدلهم بأشياء تانية زي شرب الماء، زي تلهي حالها مثلا بألم، ممكن تصير تاخد مكسرات نية تعطيها الشعور بالإشباع والشعور إنه عشان ما تأخذ السيجارة، يعني عشان بس فهمت عليك، يعني هي التعويد على أنه في ناس ولك أنا متعود أن يكون في سيجارة بإيدي أو مثلا ماسك الأرجيلة. بس أنا في عندي سؤال لازم كتير في ناس يعرفوه، بس بدي أنت يعني من ناحية طبية وعلمية أنك تشرح الموضوع أكتر. أنا اللي بعرف أنه الإقلاع عن التدخين فجأة هو مش إشي صحي للجسم، لأنه الجسم متعود على الشيء وإنت هيك عم تصدمه، لازم يكون تدريجي مش هيك؟ 100%. أنا حاعطيكي آخر الدراسات من ماي كلينيك، إنه في عنا نوعين للإقلاع عن الإدمان، أي شيء بالحياة إدمان، سواء التدخين أو الكحول أو غيره، أو الكافيين العالي بالقهوة والمشروبات أو حتى بالطعام، في إدمان طعام هنالك. أوكي. للإقلاع عنه في طريقتين، في الطريقة اللي هي الشك بنسميها الدايركت، إنه لازم خلص بوقفوا، هدول نسبة نجاح الناس اللي لقوهم وقفوا مرة واحدة امتناع كامل بتعبوا، بصير عندهم الأعراض الجانبية لتبعت المدمنين، وبضطروا إنهم يأخذوا أول فترة علاجات مسكنات وبدائل تانية. أوكي. وهدول نسبة النجاح فقط هي 40%، يعني أقل من 50% الناس بتنجح. ليه؟ لأنه حيرجع الجسم وخليه يأخذ المادة اللي كان متعود عليها رغم عن أنفه، اللي هم 60% الثانيين. أوكي. هاي الطريقة الأولى، وهي إحنا ما بنرجح لإلها نهائيا، لأنها مش ناجحة كتير، نجاحها فقط 40%. الطريقة الثانية اللي هي النجاحها فوق 90%، اللي هي كل شيء الإقلاع عنه عن طريق التدريج، يعني كان عم بياخد باليوم 20 سيجارة بيصير ياخد مثلا 15. أيوة. حسب جدول مع المتخصص للإقلاع عن الإدمان. نعم. أوكي. تدريجي وهكذا وهكذا حتى يصل لأنه خلص يمتنع امتناع كامل عنها، ولكن بطريقة تدريجية مع برنامج تغذوي مناسب. نعم. تدخاله لإلهم من ناحية نعوضهم بمضادات الأكسدة، وبدون ما يحتاج أنه يأخذ مسكنات وأدوية عشان يمتنع هذا الإدمان. حلو حلو، يعني أنا بدي أقول لك شكرا كتير كبيرة دكتورة أمل، لأنك شرحتي الموضوع بطريقة مبسطة ومفصلة جدا جدا. أنا متأكدة أن المعلومة وصلت لكتير ناس. يعطيك ألف عافية. الحمد لله، شكرا. الله يخليكم، وسنة خير إن شاء الله 2018 يا رب.
تكون سنة حلوة وسعيدة وكلها مليئة بالصحة. شكرا، يا رب يا رب، أمين. يعني بدنا نقول شكرا للدكتورة أمل حداد أخصائية التغذية على هذه المداخلة، وأنا بتمنى أنه يكون زي ما قالت سنة 2018 هي سنة صحة. الصحة بتيجي من الوعي وبتيجي من الثقافة العالية، الناس اللي عندهم وعي بيعرفوا قديش صحتهم مهمة، لأنه صحته مهمة عشان ينجح، وصحته مهمة عشان يعمل فلوس، وصحته مهمة عشان يقدر هو يعيش أكثر ويربي أولاده ويربيهم بالطريقة اللي هو بده إياها. فعشان هيك دائما الصحة هي مثل ما احنا دائما بنقول الفلوس شيء كتير مهم بالحياة، أيضا الصحة كتير مهمة بالحياة. فنحن بنتمنى لكم أيضا سنة مليئة بالصحة والعافية. أكيد خلينا نروح نكمل أخبارنا المنوعة، ما بعرف ضل معنا وقت، ضل معنا وقت إذا هيك خمس دقائق قبل ما نروح للفقرة التفاعلية، وبناخد خبر تكنولوجي. أبل تواجه دعاوى قضائية وتعتذر لزبائنها الغاضبين. لكن خلينا نشوف ليش أبل مزعل زبائنها. فتواجه شركة أبل دعاوى قضائية وغضبا من المستهلكين بعد أن أبطأت عمدا هواتفها الأقدم ذات البطاريات ضعيفة الأداء. وواجهت الشركة حالة الاستياء بتخفيض أسعار البطاريات البديلة، وحيث ستدخل أو ستدخل تعديلات على برنامج التشغيل تمكن العملاء من معرفة ما إذا كانت بطارياتهم جيدة أم لا. واعتذرت أبل في منشور على موقعها الإلكتروني عن طريقة تعاملها مع مسألة البطاريات، وقالت أنها ستجري تعديلات الاستعادة ثقة لاستعادة عفوا ثقة كل من صوره شك في نوايا أبل. وأضافت نعلم أن بعضكم يشعر بأن أبل قد خذلته ونحن نعتذر. يعني أبل عم بتحاول بما معنى تقول الناس عم بيحاولوا أنه يعني يقولوا انه نحن نوايانا مش منيحة، او أبل يعني بيحاولوا انهم يكونوا منافقين معنا. لا، نحن بدنا نوقفهم عند حدهم وبنقول لهم انه احنا بنعتذر وما في منه هذا الحكي. هلا ما بعرف هو يعني شو الهدف من هذا الموضوع انها تبطئ عمل البطاريات، واصلا هي اوريدي بتراقب واوريدي قالت لهم الحل انكم انتم مشت عشان يجدد. بس هي شو عملت؟ ما قالت لك انت بتيجي بتبدل الموبايل كامل، لا، بتبدل البطارية بس نحن نزلنا لك من حقها. واتخذت أبل هذه الخطوة لتهدئة المخاوف بشأن جودة ومتانة منتجاتها في وقت بلغ فيه سعر هاتفها الأحدث آيفون 10 999 دولار. ضل دولار على الألف صح؟ مع الخبر التكنولوجي نحن بنكون وصلنا لختام فقرتنا مع الأخبار المنوعة، وسريعا سريعا سريعا ننتقل إلى الفقرة التفاعلية. الأرقام صارت على الشاشة، فيكم تحكونا وتشاركونا إن كان بموضوع مباراة يوم أمس ضد المنتخب الإماراتي، وأنا كمان مبارح كنت منزلة هيك موضوع طلبت من يلي بتابعونا على الصفحة يحكونا عن حالهم شوي. قلت له احكي لي من أنت لحتى نعرف كيف انت بتفكر، مش مين انت قدي عمرك من اي بلد او بالضبط يعني، لا بس احكي لي انت كيف طريقة تفكيرك، يعني عشان انا لما اكون عم بتعامل مع شخص اعرف كيف طريقة تفكيره. هلا بالنسبة لتعليقاتكم على مباراة مبارح لسه ما نزلت، راح اخذها امتى ما نزلت، لكن يعني خلينا نكون صريحين او انا اكون صريحة شوي، مباراة كانت جدا مملة وهيك يعني مش مباراة يعني ما فيها بالعادة المباراة هيك حماس وجمهور وحركة وسريعا وبوقع وبيقوم وبيكمل وهجمة مرتدة وهجمة مش مرتدة وإلى آخره. لا امبارح هيك يعني مباراة جدا هادية وما فيها أكشن وقضوها، يعني أنا مش بحكي عن منتخب واحد، أنا بحكي عن منتخبين صراحة، لعبة جدا مملة. لكن شو اللي بيقهر يا جماعة؟ إنه مبارح نحن بحلقة مبارح حكينا بطريقة مفصلة ومطولة عن إطلاق العيارات النارية بالعراق وبعض الدول العربية. اللي حكينا عنه أيضاً إنه صار في إطلاق للعيارات النارية باحتفال رأس السنة، وأيضاً
باحتفال الشعب بفوز المنتخب العراقي على نظيره ما بعرف مين كان ايامها. امبارح بتفاجأ انه بعد ما خلصت المباراة ايضا كان في العاب نارية، انتم بتسموها ايش؟ الالعاب النارية الفتاشة، حدا حكاها قدامي صاعدات او ايش هيك؟ صاعدة؟ صاعدة، نحن بنسميها او انتم كمان اكيد العاب نارية. طب صعادات، هيك صارت اصح. شو المناسبة يعني انه انتم امبارح عاملين العاب نارية ولا اشتريتوها؟ ويعني حرام يعني تروح هيك على الفاضي يعني، فقلنا يلا بنطلقها. ها رش عشا محضرين حالهم يعني. طب يلا يلا، معلش معلش، خيرها بغيرها. وصلنا للسيمي فاينل، حلو. مين معنا على الاتصال؟ كيفك يا محمود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ الله يخليك، انت اخباركم؟ والله تمام، بنشكر الله. تفضل يا محمود. أنا محمود أبو البلح في كاسمين. أنت محمود أبو البلح؟ أي نعم. ليش صاير تحكي معنا هيك بطريقة رسمية؟ والله ما عرفتك. كيفك؟ كيفك؟ الحمد لله، تحياتي. الله يخليك، والله الحمد لله. ممكن ممكن، شوف هلا سحبت معه واحدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ترجع الفرصة العربية إن شاء الله. بترجع بترجع، بس أنت صاحي متأخر، وين محمود؟ صحيح والله. تحياتي لاصدقاء البرنامج كل من باسمه، وتحياتي للكادر كل من باسمه. الله يسعدك، الله يسعدك يا محمود. اسمع، امبارح كنا بنحكي عن موضوع اطلاق العيارات الناريه، وانا وصلني خبر انكم امبارح، مش انكم انت يعني، بشكل عام كان في العاب ناريه بعد انتهاء المباراه، صحيح هالحكي؟ والله يا يعني احكي عن مدينه، الوضع اللي انا يعني بيه مدينه سامر، لا الحمد لله ماكو اي اطلاقات ناريه، وناس يعني كانت تدعي، يعني ناس كانت تدعي الله يسامحها، كانوا يدعون ما انفسهم يفوزوا المنتخب العراقي لهذا السبب يعني، لان ناس رمت بالمباراه اللي قبلها وراحت خطيه ضحايا كثيره من بغداد وغير محافظات، وكانوا بدهم ما يفوز المنتخب العراقي، ولهذا السبب اكو ناس يقولون الحمد لله ما فازوا فايزين، وصاير اطلاق عيارات ناريه شهر واحد. تخيل تخيل تخيل. لا يلا ما بدنا نربطها بهالطريقة محمود أبو البلاح، يعني إن شاء الله إنه إحنا ما تكون هيك يعني، ما يوصلونا لهي المرحلة إنه إن شاء الله ما نفوز عشان ما يكون في ضحايا. لا لا لا، نحن مش هيك طريقة تفكيرنا، إن شاء الله طريقة التفكير العراقيين كلها بطريقة مثقفة وواعية أكثر من هيك. يعني المفروض تصير يعني، صحيح إنه نفرح لياسمين، سؤال ما واضح سمعت، بس أنا المفروض يعني من نعبر عن فرحتنا ما نعبر بهذه الطريقة، ما نعبر بطريقة أخرى، احتفالات مثلا تصير دعما من خلنا بطولة أمام آسيا بال 2007 احتفلنا بطريقة يعني كانت سيارات ونفتح بالشوارع وغيرها من الإعلام العراقي، بس يعني ما تسوى ما تسوى مثلا توصل وتشرف إطلاق عيارات نارية ست ياسمين. محمود بس الله ما شاء فعل، وإن شاء الله خيرها بغيرها الجايات أكثر. طيب محمود، أنت حضرت اللعبة امبارح؟ أسف؟ حضرت اللعبة؟ حضرت المباراة امبارح؟ البارة والله شفت المباراة، شفتها كاملة ست ياسمين. كيف كان أدائهم؟ والله يعني الفريق ما كان موفق، الفريق كان يعني ملبوك، خاصة الدفاع، الدفاع خاص ناس كان ملبوك، يعني الباب اللي يستلمها ما بده يبقيها مثلا يلعب بها باص أكثر من مرتاح. صحيح. المباراة يعني القبلة كان يلعب مرتاح، أما بالبار على بالعكس، عبارك ناس الفريق ملبوك يعني مرتلك كل الدفاع. صحيح صحيح، شكرا كثير لك يا محمود، يعطيك أول عافية. محمود أبو البلح زمان عنك، لكن أنت كثير بتشاركنا على صفحتنا. محمود من أصدقاء البرنامج من شي 4 سنين يعني، هو وعمار العبيدي بعتقد حتى هم صاروا أصدقاء من خلال برنامج استراحة الظهيرة، وزاروا بعض وتصاحبوا وإلى آخره، وكثير في ناس أيضا تصادقوا من خلال برنامج استراحة الظهيرة. يعطيكم ألف عافية. بعتقد مبارح يعني هيك المنتخب عم يلعب بطريقة وكأنه الدوري كان له 4 شهور، فهو كل يوم عم بيلعب مباراة، واصل لمرحلة إنه هل كان، عرفتوا كيف؟ لا كان الأداء جدا حتى متعب للمشاهد صراحة. ناظم جواد بيقول آخر مباراة تابعتها هي مع منتخب السعودية وفاز فيها العراق برأسية يونس محمود، للأسف رجعت تابعتهم مبارح وكأنهم ماخدين حبة منوم. كانوا نعسانين والله حسيت. مين معنا على الاتصال؟ أستاذ ياس كيفك؟ مرحبا. يا هلا. واليوم مبين عليك الشتاء، ولا في الشتاء ما شاء الله النورة. شكرا الله يسعدك، برد عنا برد، بس اليوم الجو حلو. الله
تحيات الكادر والاصدقاء كافة وخاصة محمود أبو البلح والحمد لله عادلنا. شفت كيف؟ الحمد لله الحمد لله. يلا تفضل أستاذ ياسر. أنا إنسان أنظر دائما للمستقبل بتفاؤل وحسن نية وأحب الناس جميعا ولا أحمل الحقد من فضل الله تعالى وأكره البغضاء. نعم هاي انت باختصار ظاهرة غير حضارية وممقوتة دائما وشيء غير مقبول ويخيف الأطفال ويثير الرعب فيهم، وهذا دليل على التخلف وليس له أي مبرر وليس حالة متحضرة، والعائلة يقدمون التهنئة إليك ولأهلك بمناسبة العام الميلادي الجديد، أحفادي وابنتي وزوجتي وكل العائلة. آمين. أتمنى لك كل الموفقية والتألق. شكرا 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 كلك ذوق أستاذ ياس. لكان هاي باختصار عرفنا على نفسه أستاذ ياس، شكرا كتير لك. شوفوا وسام عبيدي شو بقول: إلى جماهير منتخبنا الوطني، لا تقسوا عليهم بانتقادكم، شجعوهم وصفقوا لهم، فقد بذلوا الجهد من أجل الوطن، الحظ والتوفيق جعلنا نخرج من البطولة. الحظ ماشي بس التوفيق شلون هاي؟ طيب الحظ خلانا نطلع من البطولة، الحظ. طيب أوكي، بس لا إحنا بنشجعهم، بس أمتى ما شفنا الشيء غلط لازم نحكي إنه كان في تقصير، لأنه هم كمان لازم يعرفوا إنه في ناس عم بتتابعهم، في ناس عم تستنى حاطة كتير أمل فيهم إنهم يفوزوا. هذا لا يعني كل منتخب أنا بشجعه لازم هو دائما يفوز، مثل جماعتنا لما بيجوا بيقولوا فريقك خسر، عادي يعني شيء طبيعي، مرة يخسر مرة يفوز، مش مطلوب منه دائما يكون النمبر وان بالعالم. مين الاتصال؟ من؟ طيب محمد. طب اسم المحافظة، لأنه اسم المنطقة، إيش اسم المحافظة؟ ما بتعرفوا؟ صلاح الدين الزوية. الزوية محمد. مين؟ نسيت شو الاسم. محمد كيفك؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام، شو أخبارك؟ كيفك أخبارك؟ نيحة. كيف الجو عندكم بصلاح الدين؟ والله الحمد لله حزينين. الحمد لله الحمد لله. قل لي شو رأيك بمباراة مبارح؟ والله المباراة يعني صراحة ما نعرف، يعني ما نعرف شو اللعبة، يعني أداء مربك يعني صراحة. اسمع هلا، في اوقات بتكون انت بتشجع منتخب بتقول والله هو بذل جهد كتير كبير لكن ما حالف والحظ وما فاز، صح؟ نعم نعم. بس امبارح لا، منتخب الامارات يعني لعب دفاعي اكثر مما لعب هجومي. وحافظ على يعني على المباراه الى الاوقات الاضافيه حتى يلعب جزاء. طيب محمد احكي لي عن موضوع اطلاق العيارات الناريه بعد انتهاء المباراه، صار شيء عندكم حدا عمل العاب ناريه او شيء؟ لا لا ما اكو اي شيء، يعني من خسر منتخب بعد العاب ناريه وال يعني والعيارات الناريه ما لها داعي، يعني بعد هاي ليش يضرب عيارات ناريه؟ صح. شكرا كثير لك يا محمد من صلاح الدين ويعطيك الف عافيه. بيقولنا محمود التكريت طبعا، وعلي مصر انه التكريتي، ما بعرف شو اسم العائله الصح، بيقول التكريتي ست بس خطأ في كتابة. يعني طلع صح، انت اسمك محمود التكريتي. اوكي. بيقول بيحب يوصل كلامه لجميع موظفين شركة مصافي الشمال، والله يديمهم جميعا بالصحة والعافية. اوكي. ولجميع كادر قناة سامرة، وان شاء الله يديم علينا الصحة والعافية. الاطلاقات النارية بعتبرها تخلف للشعوب، يجب على الحكومة ان تمنع تداولها في الاسواق. شكرا كتير لك يا تكريتي، يعطيك ألف عافية. عبود الملكي. أوكي أوكي يا عبود، أهلا وسهلا فيك. ما بعرف يعني، أنا بقول لي أنا عبود مش عارفة، أنا بعرفك يعني، والله يا عبود أنا آسفة مش متذكرتك. طيب عبد الناصر الدراجي بقولنا كل عام وأنتوا بألف خير وإن شاء الله يا رب سنة خير عليكم. قبل ما أروح وأنتقل لفقرتنا يلي نحن دائما بنختم فيها فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، بدي أرجع وأحكي على موضوع إطلاق العيارات النارية. عم بحضر سناب لحدا موجود عندي، إجا عنده صاحبه فبيقول وهي تحية لقال فلان قال ضرب طلقتين بالهواء، فإنه هو هيك يعني إنه حيا بطريقة يعني، وتحية لآل فلان الفلاني وهي طلقتين بالهواء.
يعني رحب فيي وجيب لنا نزل صدورة مناصف، بس مش هيك. طب اخذ هذا التعليق سريعا لو سمحت. ابو شهاب الراشدي، مرحب ست ياسين، والله خاب قبلنا مبارح بس بنقول الحمد لله. عادي يا جماعه، يلا يلا لسه في دوريات كتير جايتنا على الطريق ان شاء الله، دائما فالهم الفوز. شكرا كتير لكم، بترككم مع فقره حدث في مثل هذا اليوم. الى اللقاء.